تتحاسب يوم اليوم كالسند يوم اليوم كالسند يوم اليوم كالسند يوم اليوم كالسند صاحب الجلالة هادشي ما كيعجب صاحب الجلالة انا كارية الناس ما عندهاش تحقاها كيبيعوا على الليمون ما لقيتها ما يوفروا ولادهم شومة تجيو تكرونا حنا عشيالات درتو حنا ما عندناش الزوج ديال الليل دابا حنعاونو راح شومة شي درتو فينا راح شومة سعادة القايد راح شومة سعادة العميل شومة تحرش علينا السلطات شومة تخلعناش بالسلطات تخلعناش بالبوليس ضربونا وتكرشتو علينا وضربونا شومة عليكم عيب وعار وعلي الصوت وعلي الصوت وراح الموت وراح الموت سلطات قمعية راية فينا الشيخ قمعونا وجابونا هنا في الحانة وعلي الصوت وعلي الصوت وعلي الصوت وراح الموت راح الموت وراح الموت راح الموت وعلى الحانوت على الحانوت على الحانوت على الحانوت ويا مالك الفقراء ويا مالك الفقراء انا دابا الجوج ديال الليل العوده الشفاره السلطات تتحاسب الشعب تطمع السلطات تتحاسب اليوم اليوم كالسلام يا مالك يا مالك يا مالك خايفين خايفين والناس خايفين عاش الملك عاش محمد السادس عاش الفقراء حوان السادة كيلي والله والله ما مساكين والله والله ما مساكين حوان السادة كيلي حوان السادة كيلي والله والله ما مساكين والله والله ما مساكين شو
كتشاهدوا الان سياسه القمع اللي كينهجها اللي كتنهجها السلطات المحليه عوض سياسه القرب وسياسه خدمه المواطن. الان السلطات كتنهج سياسه القمع لعدم الاحتجاج ولعدم الاعتصام. استعداد تام، استعداد كامل للقوات المسلحة، الأمن الوطني، ثلاث سيارات القوات المساعدة. والآن كما كتشوفوا الناس مسيرة سلمية، احتجاجية، اعتصام سلمي. ما دايرين والو باكين. والدولة هذه كتنهج سياسة القمع. الفقير تقمع اللي عنده الفلوس يشفى كما بغى. الشرطة الآن في خدمة فاطمة، ليس في خدمة المواطن. الشرطة الآن والقوات المسلحة ليلا نشوفوا شحال الساعة. حنا كنا في واحد الاعتصام، جات القوات القمعية قمعاتنا، وقبل من هذا القميع هذا كنا في العمالة، استقبلونا المسؤولين اللي في العمالة. أنا معاك عاوتاني، أنا معاك أميلو. أنا أقول لك استقبلونا مسؤولين في العمالة بواحد الطريقة جافة جدا. تم الحوايج قول لي الدولينا. الدولينا حتى الحوايج. وكما كنشوفوا حنا هاد الناس ديال العمالة كيهتموا بالشجر أكثر من البشر وبالمصالح ديالهم الشخصية. ومني مشينا هضرنا معاهم قلنا لهم حنايا راه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكاين بانو تما، قال لك لا داك غلط. واش كاين شي بانو فيه غلط؟ ولا خايدين الفلوس ديريكت؟ قولوا لينا خايدين الفلوس. واش نتوما قلتوا لينا دعيناهم عندهم خروقات ودعيتوهم وعندهم خروقات، كيفاش دعيتوهم وربحوكم؟ واش نتوما ربحوكم في المحكمة وانتوما ناشطين حيت ربحوكم وعندهم خروقات؟ حنا بغينا نفهموا واش حنا هاد العمالة كتخدم المواطن وحنا ولا كتخدم مصالح الشخصية؟ حنا في سيدي مومن من الاخر، خاصنا عمالة ديالنا في سيدي مومن، خاصة عمالة تمثلنا حنا، فهمتي؟ سيدي مومن كبير هذا ظلم هذا. دابا شناهو؟ حنا غيحلو السوق غدا، وانا غدا غيجريو عليا من حدا الفراشة، وفين غنمشي؟ من غيتحل السوق، وغيولي واحد عند محل كيبيع نفس الارتيكل ديالي انا، سينو انا غيجريو عليا. وبراني. اه؟ ولا ما جريش عليا القايد، غيجي القايد اللي من وراه غيجري عليا. واش غندير انا نخرج انا ندير شي حاجه انا؟ ماشي هذيك نخرج على القانون انا. وحنا بغيناهم ما نخرجوش حنا على القانون، وتا هما يطبقوا القانون في هذا الشيء. حنا بغينا القانون هو اللي ياك حنا دولة الحق والقانون ولا دولة الدانون، وعطيني من تحت الطابلة. ها؟ وحنا راه ملينا، حنا في سيدي مومن عندنا احباط، حنا في سيدي مومن عندنا احباط من هاد المسؤولين ما كيهتموش بينا. حنا ما شفناش شي مسؤول اللي هو مسؤول كيحس بالمواطن اساسا. مراه هرسوها دابا، مراه هرسوها، هرسوها شيبانيه، مراه هرسوها دابا شيبانيه، هرسوها دابا قوة الاستعمار وقوة الظلم. ما فهمنا والو. وحنا كنقولوا عاش الملك، عطيونا حقنا. جرم القايد. حنا راه وليناش كنتيقوا الا في الملك. صافي. خليهم غادي يبقى عند هو. ضربونا وتكرفسوا علينا وداو لينا حوايجنا. ما البرد هذا جينا مغطين بهم. 12 الليل دابا وحنا واقفين. واقفين على حقنا. وهاد السلطات اللي خاصها تكون واقفه معنا وقفتنا. حنايا دابا حنا ما عرفناش علاش قمعنا. كاين وقفه سلميه ما فيها صداع ما فيها فوضى ما فيها حتى حاجه. مشينا الصباح للعماله. استقبال غير قانوني، استقبال غير قانوني، جا من ورا الكرياج، اجي اش بغيتو خارج العمالة، قلنا ما كاين باس،
جينا مشينا تم حداهم، بقينا حتى لشي جوج ديال